هرجع لك بس معايا تليفون اتفضل. مهم جدا من اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. اكيد برحب بحضرتك وبقول لك الف الف مبروك، وبشكرك على اللي انا شفته قدام عينيا، المجهود المبذول داخل استاد برج العرب امبارح. سياده اللواء برحب بحضرتك مره تانية والف الف مبروك. اهلا بيك كابتن شادي، ومبروك هنا كلنا، ومبروك الجمهور الاهلي ومجلس ادارته والناس الجميله اللي قاعده قدامك اصدقائي، وبالذات الحاج ويزر اللي هرب من فرح ابنه عشان خاطر يروح يحضر المباراه. فلا الحاج ويزر ده حكايه لوحده، ده انا عارف قبلها بثلاث ايام بيجي يقف قدام باب المكتب وابقى خايف تجي له ازمه ولا حاجه، لو قلت له مفيش مكان ببقى خايف جدا، يعني اول واحد ببقى عامل حسابه في اي حاجه. ربنا يخليه يعني في الصحه ان شاء الله. سياده اللواء اكيد ببارك لك على الثنائيه، الناس شايفه اللي كان فيه تنظيم، وعايز اكلم حضرتك على قصة الدخول امبارح عشان الناس برضو بتحاول تحط النادي الاهلي في جملة مفيدة، لكن اللي بينظم المباراة كان اتحاد كرة القدم، بنتكلم على 30 من هنا و30 من هنا، الكشوفات تتشاف اكتر من 6-7 مرات، ناس اساميها في الكشوف ما تدخلش المباراة، بتشوف الكلام ده ازاي يا سيادة اللواء؟ يعني شوف حضرتك انت، يعني هو احنا اتجمعنا بالصدفة انت انا وحضرتك على الباب الخارجي للاستاد، وبعدين انا اتفاجئت انه كابتن شادي اسمه مش في الكشف، اعتقد ان كابتن شادي او كل لعيبه النادي الاهلي القدامى مش محتاجين كشف، او لعيبه النادي المصري او الزمالك او اي لعيبه في مصر يعني مش محتاجين كشف. ويعني بس انا طبعا بحسدك على يعني هدوء اعصابك واحنا واقفين بره ولغايه ما دخلنا، فانت شفت القصه من بره. شفت يعني ما ينفعش يبقى في 6 سدادات ورا بعض في مسافه 20 متر وكل واحد عايز في الكشف بطاقتك على الامن او الدخول. انا لا اعترض على الاجراءات، احنا ناس بنتبع النظام، لكن في نظام برضو بيبقى فيه شيء زياده قوي، ان انا ست حواجز ورا بعض كل واحد هيشوف البطاقه ويفتش عربيه، حاضر شوف البطاقه فتش عربيه شوف الكاش، انا مش معترض، لكن بس مش كده يعني ما بقاش رئيس مجلس اداره النادي الاهلي انا في عربيه وهو في العربيه اللي ورايا عشان انا وهو نخش مدير تنفيذي للنادي ورئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره النادي في العربيتين ونص ساعه و45 دقيقه 60 نفر الاستاد كله فيه 60 مش عارفين نخش مش عارفين نخش. لا يعني ده واحد. نمره اثنين لازم الناس تفهم، عشان في ناس امبارح يعني في ناس كان الواقع انا مش عايز احكيها ومش عايز اقول مين، لكن كان في ناس زي ما حضرتك بتقول ذو حساسيه يعني ذو وضع خاص في المجتمع طبعا واحد او اثنين، وبعدين اتفاجئت ان هم بيقولوا النادي الاهلي ودوله النادي الاهلي، النادي الاهلي ده بينظم ولا ليه علاقه بالابواب ولا ليه علاقه بالكشوفات ولا ليه علاقه باي حاجه خالص في المباراه دي، كل ده يخص اتحاد الكوره واتفاقات بينه وبين الامن وبين هيئه الاستاد هناك. انا كنت بره الموضوع كنادي اهلي، فانا لا الام على اي شيء واي حد اي معوقات حصلت امبارح، النادي الاهلي خارج هذا الكلام تماما. احنا حضرتك الماتشات اللي بيبقى فيها جمهور وبالافات حضرتك عارف كويس قوي، والناس اللي قاعده قدامك احنا بقى لنا كام سنه مع بعض صح، اي حاجه فيها دخول من النادي الاهلي فيها تذاكر الدنيا بتبقى منظمه والناس بتروح هناك بتخش بنظام وبتقعد في مكانها بنظام، عارفين النظام. وعلى فكره النظام ده انا مش عامله، انا جيت النادي الاهلي انا واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه لقينا سيستم جوه النادي كلنا بنخش جواه، اي حد بيخرج بره بيبقى شكله وحش وبيبقى بره المنظومه بتاعتنا، فده سيستم ماشي طول عمره في النادي الاهلي سواء في المباريات او في اي حاجه، احنا عندنا نظام وبنحترمه ونحترم كل الناس اللي بتيجي مباريات. سياده اللواء هاخدك، اكيد كلنا فرحانين بالكاس، اكيد كلنا فرحانين بالدوري العام الثنائيه السنه دي، لكن بطوله افريقيا برضو احنا طماعين زي جمهور النادي الاهلي طول الوقت بنخلص بطوله، النهارده هتلاقي جمهور الاهلي بيقول افريقيا يا اهلي من امبارح والله. العامل المساند للفريق انا عارف اللي حضرتك تواصلته في اجتماعات عشان نزود عدد الجماهير، حضرتك كان ليك تصريح مهم جدا بيقول الجمهور الاهلي اللي هتحضر 20,000. تمام. شوف حضرتك انا بعت الحقيقه طلبت يعني احنا بعتنا في النهايه طلبنا 40,000 اتوافق لنا على 20، بس ده شيء يعني بالنسبه لي انا بقول للناس بقول للجمهور النادي الاهلي معلش احنا ابتدينا بخمسه وبعدين بقينا 10,000 وبعدين بقينا 15 وبعدين المره دي 20، اذا احنا ماشيين يعني الحمد لله كل ماتش بنزود لانه جماهيرنا اثبتت انها جماهير ملتزمه محترمه بتشجع فرقتها. حضرتك كده شفت الماتشات اللي فاتت لغايه اخر دقيقه الناس واثقه ان احنا هنكسب زي ماتش امبارح، حاج وزه كان ورايا على فكره ولقاني ان انا يعني وانت كنت ورايا برضو واحنا قاعدين
شفت ان انا كنت منفعل جدا، بقيت بقول احنا هنكسب. طبعا انا يعني انا كنت منفعل لانه انا يعني اتولدت ما عنديش انا حاجه اسمها الاهلي بيتغلب، وما عنديش حاجه اسمها المركز الثاني، ما بعرفوش يعني. فالحقيقه الناس يعني كانت ملتزمه جدا، لكن حكايه 20,000 انا شايف ان احنا ماشيين في تصاعد يعني، وان شاء الله باذن الله نخلص دور الثمانيه ونوصل دور اربعه ان شاء الله، لغايه ما نوصل النهائي باذن الله. يعني انا اوعدكم ان الاستاد هيكون مليان ان شاء الله. سياده اللواء، مهم جدا اسمع من حضرتك اللي جاي ده عشان نحط جماهيرنا في الصوره دايما. وحضرتك قول لنا لو اللي احنا بنقوله غلط، قول لنا لا الكلام ده ما بيتقالش. لما نتكلم على مستوى جماهير النادي الاهلي، بنفتح مع الاستاذ وليد مهدي، التذاكر بتبقى مع عن طريق الانترنت، وفي نظام فيها، وفي تذاكر بتروح لكل الجماهير. وعرضنا الصور دي للساده المشاهدين، الجماهير موجوده وبتشجع. النقطتين هنا، المسؤولين في استاد برج العرب بيقولوا لك على جماهير النادي الاهلي ايه؟ انا اعرف قالوا ايه، بس عايز اتاكد كمان من حضرتك. والقيادات الامنيه في اسكندريه لما جماهير الاهلي بتروح استاد برج العرب بيقولوا لك على جماهير النادي الاهلي ايه؟ شوف حضرتك، اولا موضوع التذاكر تتباع عن طريق الانترنت، يعني انا حضرتك شايف ان احنا يعني بنطور نفسنا. احنا اول نادي عمل القصه دي، او يعني احنا النادي الوحيد اللي عملها دلوقتي. عايز اقول لحضرتك ان انا يعني كنا في رواندا في او كنا في زامبيا في ماتش اخراني، الاستاد مثلا تقدر تقول فيه 15 20 ضابط او عسكري. التذاكر على الانترنت، وده طبيعي جدا عندهم، كل واحد دخل قاعد على كرسيه بالظبط لغايه قبل المباراه ب 10 دقايق، ما كانش حد في الملعب، بعدين فجاه بقى الناس في الملعب. فاحنا مش اقل من اي حد، احنا اللي علمنا كل الناس دي النظام، فاحنا مش اقل. بالنسبه لجمهورنا حضرتك، الناس في الاستاد والامن هم بيقولوا ان جمهور الاهلي دلوقتي خلاص ما بقاش حد بيروح عند الاستاد غير معاه كابتو، ناس بتقف وبيلتزموا بالتفتيش وبالدور وبالصف وبالطابور وبيخشوا. الناس في الاستاد هناك قالوا لنا، كان قبل كده من فتره يعني كان بيحصل بعض التلفيات في الاستاد، بس الحقيقه ان التلفيات دي بس عشان ابقى برضه واضح وامين، التشجيع بياخد الولاد بالذات الدرجه الموحده، فهم انت عارف طريقتهم وبيتنططوا وبتاع، لكن الحقيقه ابتدوا غير مقصوده يعني، مش مقصود بيها اتلافها، بس ابتدوا يفهموا، فابتدوا يتنططوا على الاسمنت اللي تحت الكرسي بكل مدى، كل التلفيات ما بتقل. وبعدين احنا متعودين ما نستعد اي تلفيات، الصبح بقى بعرفها بدي تعليمات حضرتك انها تاني يوم تكون المطلوب مننا واصل لهيئه اي استاد احنا بنلعب عليه. يعني اي تلفيات جمهورنا بيعملها احنا بنتحملها، فجمهورنا ساعدنا برضو يعني، مش محتاجين ندفع ده ومش محتاجين نزود الجمهور. فطول ما هم ملتزمين، طول ما احنا ان شاء الله بنقدر ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. سياده اللواء، انا عارف اللي انت شغال اليومين دول، بصراحه انا بحييك، وما بحبش فكره جندي مجهول. اللي بيشتغل لازم نديله حقه. فكره جندي مجهول دي المفروض ايه؟ زي مثلا حسام عاشور قال لك الجندي المجهول. فحسام عاشور راجل بيلعب مع كل الاجانب. لما نتكلم على المستوى الاداري، شغل ولا اروع من حضرتك، وفي بعض الامور انا شايفها امامي زي ما ناس كتير داخل النادي. بس عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، عملتوا ايه او هتعملوا ايه في القرار بتاع 25 و26 لاعضاء الجمعيه العموميه، خصوصا النادي الاهلي بيطالب بحقه وعدم فرض الوصايه عليه؟ بص حضرتك، اولا احنا حكايه 25 و26 الموضوع اصله مش عندي، ومش موضوع زي ما الناس بتقول ان الاهلي بيخالف القواعد والقوانين وعايز حد، وقلنا الكلام ده، عايز نص صريح في القانون يمنعني ان انا اعملها في يومين وهلتزم بيه فورا. مجلس اداره النادي الاهلي واخد قرار، اي حاجه تخالف القانون احنا ما بنعملهاش. وطلب المجلس الاداره ان اللي عنده النص بيقول ان على يومين ممنوع، ان ما يتعملش في مدينه نصر ممنوع، انا جاهز، احنا جاهز، مجلس الاداره جاهز. لكن اللي حضرتك عارف ان مدينه نصر مش فرع، مدينه نصر زيه زي الجزيره، هو واحد. مفيش هم بيحاولوا يفرقونا، كلنا واحد، كلنا تحت شعار الاهلي. حضرتك المفاجاه، وانا هبعت لك هذا الجواب. احنا عندنا جواب من مديريه الشباب والرياضه في 2015 لما جينا اقترحنا ان احنا نزود تاني، يبقى الناس من حق الناس انها لو مش قادره تدفع الاشتراك كامل ان يبقوا اعضاء فرع في مدينه نصر. لما بعتنا لمديريه الشباب والرياضه ردوا علينا رسمي، قالوا لنا لا ما ينفعش، لان مدينه نصر كما الحال في الجزيره فهو واحد. ممكن حضرتك تبعت لنا الجواب ده
حد من يكون عند حضرتك يا ريت ست اللواء، لان احنا بنشتغل بمستندات طول الوقت عشان نظهر الحقيقه لكل الناس، عشان الناس في الاخر تفهم احنا بنقول مش على مستوى الاعلام بنزل لكم الورق، بنزل لكم الكواليس فيها ايه، لكن ما بنعملش تعظيم سلام، لان الاهلي يقود ولا يقاد، وده اللي احنا بنقوله طول الوقت. حضرتك حابب تضيف اي نقطه في قصه انا بقول لحضرتك يعني هذا الجواب من مدير الشباب والرياضه، اذا ده من جهه رسميه بنلتزم فيها. ده نمره واحد. نمره اثنين، يعني استاد اعضاء النادي ان شاء الله بكره في يعني مش هقول ندوه، مش هقول مؤتمر، هنقول انه يعني باشمهندس محمود طاهر مع مجلس ادارته هيقعدوا مع الاعضاء، كل الدعوه مفتوحه لاي حد يجي عشان اي استفسارات بالنسبه لايضاح اللائحه بتاعت النادي. توعيه والفرق بينها وبين اللائحه الاسترشاديه في اختلافات في بعض الحاجات. المهندس محمود طاهر قبل كده قال ان القانون يحترم وكل حاجه تحترم، بس انا بس بقول اعضاء النادي الاهلي احنا ما حدش يحط لنا قوانيننا، احنا اول لائحه داخليه لنادي في مصر سنه 1907 او 9 اسف 1909 يعني قبل ما يبقى في حاجه اسمها وزاره شباب ورياضه، احنا حطينا لائحتنا في 1909، فمش النهارده في 2017 هيجي حد يحط لي لائحتي واحنا لا اشتركنا في وضعها ولا اتاخد راينا ولا اي حاجه، احنا نحترم اي حاجه لكن ما بقاش انا ما حدش يحط لي لائحه خالص. انا ما بقولش اللائحه الاسترشاديه عيوبها ومميزاتها، لا انا حطيت لائحه بما يناسب اعضائي. هم بقى من حق الاعضاء يجوا حضرتك يقولوا احنا موافقين عليها ومش موافقين، ده حقهم 100%، ولذلك بنقول لهم في المصاب اللي هو العدد الكبير اللي يعني كلمه 12000 ونص دي مش هنخش فيها، لكن انا عايز اعضاء النادي الاهلي يجوا ويكملوا ال 12000 ونص ويقولوا ولا، بس يوروا الناس لما اعضاء النادي الاهلي ما يتفرجوش، ما حدش يقرر لهم حاجه، لائحتنا احنا نقررها، حتى لو هناخد الاسترشاديه هم موافقين عليها خلاص طبعا كويس قوي، خلاص لو شايفين ده كويس هنوزع بكره في النادي بعض النقاط اللي ما بين اللائحه الاسترشاديه واللائحه اللي احنا حاطينها في النادي عشان الناس تبقى عارفه الفرق هنا وهنا وكل واحد يقرر اللي هو عايزه. سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بشكرك على المجهود المبذول في الاداره التنفيذيه وشغل واضح سواء على المستوى، وقبل ما ادخل كمان ضيوفي عارفين وكانوا اتكلموا مش احنا كمان اللي بنتكلم على الراجل قد ايه، كمان في جماهير هناك وبيبقى واقف معاهم، وانا احترم جدا اي مسؤول بيهتم بـ